السؤال اللي عليه الدور بعد كده السلام عليكم عندي بنت ست سنوات تمام ممتازة في الأمور الحياتية حلو ده مثل تذكر المواقف والأماكن ولكن غير منتبهة في التعليم ليه كده والدراسة أخدت سنة دراسية أخدت سنة دراسة وهي حاليا في العام الثاني لا طيب اسمحي لي أن أنا أوجه لحضرتك سؤال غير منتبهة في التعليم ده عنوان هل ده رأي المدرسة أم رأي انطباعي او شخصي من حضرتك او من الاب يعني فاهمين قصدي لانه تقييم اداء العمليه التعليميه تقييم اداء طفل في سنه اولى او خلص سنه اولى او في سنه تانيه ها؟ التقييم لازم يكون من المدرسه من الجهه التعليميه خلاص لانه الحكم لما بيجي من الام او الاب او الاخرين المحيطين بالطفل بيكون حكم متسرع جدا لانه بيكون مبني على المقارنات او التوقعات غير المنطقيه فاهمين قصدي المقارنات اللي هو ايه الله ده انا الله دي بنت فلانه او ابن فلانه قدها بس مش اشطر بكتير ما هو ده غلط او ده ايه ده؟, ده ده المفروض ان هي دلوقتي تكون بتعمل وبتعمل وبتعمل ما دي مين اللي قال لكم دي توقعات غير منطقيه انما حكايه ان الطفل يكون عندنا شكوك او ان احنا نتهمه او نشك بلاش نشك في ان عنده ما يعرف بصعوبات التعلم لا ده امر خطير وده تشخيص طبي جدا لان صعوبات التعلم من حيث التعريف هي مجموعه من الاضطرابات التي تعوق الطفل انه يلاحق زملائه في العمليه التعليميه يعني مش انه ما يجيبش الدرجه النهائيه او انه ما بيطلعش الاول لا هو مش قادر يساير زملائه في المدرسه سواء من حيث اكتساب المعرفه او فهم الاتجاهات او تعلم مبادئ او اساسيات مهارات القراءه والكتابه والحساب وصعوبات التعلم نوعين اساسيين صعوبات التعلم النمائيه ودي بتظهر في شكل صعوبات الادراك وصعوبات الذاكره وصعوبات التفكير وبحسب السؤال اللي اتبعت اللي ده الطفله مش كده لانها قالت ممتازه في كل الامور الحياتيه يبقى هو مش كده اما النوع الثاني من صعوبات التعلم فهو بالمناسبه يعني متعلق بالنوع الاول ومترتب عليه وبيظهر في حاجات اسمها صعوبات الاداء او بمعنى ادق حاجه اسمها عسر او صعوبه تنسيق الحركه ودي اسمها ديسبراكسيا او صعوبات القراءه ودي اسمها ديسلكسيا أو صعوبات الكتابة ودي اسمها ديسجرافيا أو صعوبات الحساب ودي اسمها ديسكالكيوليا كالكي... هي تتنطق كده خلاص من زي الكالكيوليتر يعني تمام ديس دي يعني فقدان الوظيفة أو صعوبة الوظيفة تمام كلمة ديس دي في الأول ما نقول ديس فانكشن يعني فقدان الوظيفة تمام كده خلاص الحقيقة إن عمر الطفلة هنا في السؤال ما ينفعش الحكم من خلاله على أي نوع من دول ليه؟ لان هي بتقول هي خدت سنه واحده سنه دراسيه واحده ودخلت سنه ثانيه يعني او اتعلمت سنه ودخلت سنه ثانيه والحقيقه انا مش عارف انا فهمت صح ولا غلط يعني ممكن تكون السنه دي تبقى في كي جي كمان يعني في كي جي 1 وللسنة بقى كي جي 2 الله اعلم انا لسه مش عارف يعني او يمكن اتقال يعني فخلينا ناخد الاحتمال اللي هو الابعد انها تكون خلصت سنه اولى ابتدائي كان, كان بقى باسمها مع مدرسه عربي مدرسه انجليزي مدرسه انترناشنال مدرسه ناشونال المسميات بقى اللي انتوا بتحبوها دي تمام وفي الاخر التعليم جوهره يعني مش كده عند الاطفال ما علينا يعني ده موضوع تاني بقى يطول شرحه المهم فالطفل ده اللي خد سنه تعليميه ده وداخل بقى سنه تانيه هو لسه حتى ما دخلش خلاص صعب قوي الحكم على عليه خاصه مع عدم وجود تقييم تعليمي يعني المدرسه مش هي اللي قالت عشان كده انا نصيحتي لصاحبه السؤال او لصاحب السؤال صاحبه السؤال غالبا بتكون امي يعني ارفعي ايديكي عن عمليه التعليم عن عمليه تعليم بنتك ارفعي ايدك فعلا انا بقول لك خليكوا في البيت الطرف اللي بيشجع ويحفز مش الطرف اللي يقيم او يحكم